مقتل عدد من عناصر قوات النظام وأسر آخرين إثر وقوعهم بكمين لتنظيم الدولة في ريف حمص الشرقي. مقتل امرأة نتيجة انفجار لغم أرضي مزروع داخل وسادة بمنزلها في قرية البوبدران قرب البوكمال شرق دير الزور. قصف مدفعي من مواقع النظام في قرية الكريم يستهدف قرية الصهرية في جبل شحشبة وقرية الجبرية والتلهواش بريف حمال غربي. ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الروسية الليلية على مدينة قلعة المضي غربية حماة إلى 5 أشخاص إضافة لعدد من الجرحى. الطيران الحربي الروسي يشن عدة غارات جوية بقنابل شديدة الانفجار على بلدة الحواش ومدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي. العثور على جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة مقتولين ذبحا بالسكاكين في حي الصاخور بمدينة حلب.